اخيرا بقى لقيت مكان انام فيه كويس بقى عشان انام. حاسه ان بردانه قوي. تاني انت جاي تنامي قدام محلي؟ انا مش قلتلك معلش ارجوكي المكان ده مريح وفيه قلتلك امشي بعيد ما تنميش هنا تاني. اصل فيش هوا بيجين هنا لو سمحت خليني انام. وبعدين ارجوكي انا عشان بكون بردانه في الاماكن التانية بلا بردانه بلا نيله. امشي من قدام محلي انت شكلك متشرده شوفيلك مكان تاني وقعدي فيه. ارجوكي يا فندم اروح فين بس ماليش مكان تاني انا انت عارفه انا مكاني في الشارع. وبعدين معاكي يا فندم ارجوكي ارجوكي سيبيني هنا انام بس ومش هعمل اي صوت خالص. ايه ده في ايه يا نسا سيبها تنام هنا حرام عليكي. وانت كمالك انت كمان متشردة ودايما تنام قدام محلي وتعملي منظر مش كويس. ارجوك يا فندم ما عنديش مكان انام فيه. اوه فعلا جميلة قوي. طيب خلاص انا هحل المشكلة دي. تعالي معايا يا انسة انا هاخدك مكان كويس قوي. خدها من هنا. تاخدني فين يا فندم روح فين بس؟ انا هريحك من الشارع خالص انا قررت اتجوزك. ايه رأيك؟ تعالي بس وهنتكلم في الموضوع ده مش هخليكي تنامي في الشارع مرة تانية وهنقذك من الشارع خالص. ايه رأيك؟ تعالي بس معايا اركبي العربية شفتي دي بيتي وهتجوزك وتعيشي في البيت ده على طول. بس يا فندم انا عارف ان فقيرة ومتشردة وشكلك انت غني قوي يعني هتتجوز واحدة زيي؟ طبعا انا اخترتك عشان جميلة. المهم اطلعي فوق غيري لبسك لغاية ما يجي المأذون واكتب لنا الكتاب. اتفضلي شوفي البيت حلو ازاي اكيد هيعجبك جدا كل حاجة موجودة هنا. فعلا كل حاجة موجودة هنا. طيب خلاص ماشي انا موافقة مش عارفة ليه مش مرتاحة له خالص بس اعمل ايه بصراحة عرض كويس بدل النومة في الشارع كل يوم حد يطردني. بيت جميل قوي بدل اعيش فيه خلاص هضطر اوافق. خليني بقى اخد شاور واغير لبسي الراجل ده شكله غريب قوي بس ان شاء الله يطلع كويس. ايه ده ايه الصوت الضحك ده الصوت رقفت بس في صوت واحدة ست. ايوه سمع صوت واحد ضحك واحدة ست. خليني انزل اشوف فيه ايه. اهي جت بقى اللي هنطردها دلوقتي خلاص صلاحيتها انتهت. كويس ان لقيت البيت اللي بتبيني ده هقعد فيه. ده انا شكلي هولد اعمل ايه دلوقتي اعمل ايه اروح فين دلوقتي. ايه ده انا ولدت. خلاص يا حبيبتي ما تعيطيش شكلها عاوزة رضعها كمان. طب وانا هتصرف ازاي وهجيب لها اكل؟ خلينا اروح اشحت ولا اي حاجة احاول اجيب لها اي حاجة. مش مشكلة ماما تعلمني اشوف لك اي حاجة تاكليها مع ان مفيش اي حاجة في المكان ده خالص. بعد ما بوكي طردني وبقيت في الشارع انا وانتي كويس لقيت لك رضعة ورضعتك وخلاص. انا خايفة الناس دي يجيبنوا البيت وقعد في الشارع البيت قاعدة فيه وخلاص. يا ماما انا جعانة قوي مش هتجيبي لي بقى حاجة حلوة اكلها كل يوم تقول لها هتجيب لكم مفيش الا الخبز. حاضري يا حبيبتي نامي دلوقتي ووعدك بكرة هجيب لك اللي قلت لك عليه كله. يا ماما انت طردنا من البيت اللي بتبني ده وقعدنا في الشارع نفسي نكون عندنا بيت. انا هنام. نامي حبيبتي اروح بس مشوار وافكر هعمل ايه اكيد هتصرف واجيب فلوس. تعبنا انا وبنت واحنا متلقحين في الشارع نفسي اتصرف. يا ماما انا عاوز العب ممكن تلعبي معايا؟ خلاص ماشي روحي العب يا حبيبي وبعدين معاك عندي تليفون مهم. يا ماما العبي معايا بقى. قلتلك روح دلوقتي مش فاضيالك. يا ماما العبي معايا. يا ولد شفيك ما بتفهم الكلام
قلت لك روح شوف لك اي حاجه اعملها، ابعد بعيد عني. خلاص انا هطلع برا وهلعب لوحدي. ايوه خلاص كملي كلامك. اعملي دلوقتي؟ اوه مفيش حل، انا ممكن اخطف الطفل ده وهبيعه، مفيش حل غير كده. هي اسهل حاجه واسرع حاجه ممكن اجيب بيها فلوس. تحب تلعب معايا بالكوره؟ يا ريت الاقي حد يلعب معايا. طيب يا حبيبي تعالى. بسرعه. الله حلو الولد ده يا ماما، كويس اني جبتيه يلعب معايا، انا كده مبسوطه. تعالى نلعب. وانا صدقت لقيت حد العب معاه. يلا بقى نلعب. بيب شوت، انا مبسوط قوي. وانا كمان. خدي يا حبيبتي تعالى اقولك. نعم تعالي 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 روحي معايا نلعب. فين؟ يلا يا حبيبي كل عشان احنا رايحين مشوار. هنروح فين يا طنط؟ احنا عاوزين نلعب هنا مع سوسو. لا خلوا سوسو هنا، اقعدين سوسو هروح مشوار واجي. مش هاجي معاكي يا ماما، هروح معاهم انا بحبهم قوي. معلش يا حبيبتي بعدين، خليك انت هنا. مضطر يعمل كده، فضل حلوين قوي وحب بنتي حبيتهم خالص. يلا اطفال للبيع بألف وبس. مين يشتري؟ مين يشتري اطفال؟ اطفال للبيع. انت ليه بتبيع ولادك؟ انا مش مصدقة، مش قادرة اصرف عليهم، اعمل ايه؟ فاضطريت ابيعهم. اتفضلي اختاري الطفل اللي انت عاوزاه. طيب طيب انا اخد البنت مشاعر وردي. اتفضلي الالف. اتفضلي اختيها. تعالي يا شاطرة انا اخترتك انتي. يلا يا حبيبتي يلا اطفال للبيع. يخرب بيتك بتبيع اطفال، فرصة حلوة عشان اخلص منك، عشان ما تجيش تطلبيني بفلوس ليكي والطفل اللي كنت حامل فيه. احبسك دلوقتي واخلص منك للابد. انت ازاي تعملي كده وتبيع اطفال؟ انت مجنونة. انا هحكي لك كل حكايتي، بس ارجوك تسيبني عندي بنت صغيرة. طيب احكي كل حاجة بسرعة يلا. انا خايفة على بنتي قوي، يا رب الظابط بس يروح يجيبها، لان كده انا خايفة عليها، خايفة يحصل لها حاجة، قاعدة لوحدها في الشارع، خايفة حد يعمل فيها اي حاجة. ليه اللي عملته ده؟ ما كنت شفت لي طريقة تانية غير كده. انت فعلا انسان ما تحبش غير نفسك وما عندكش رحمة، فاكر بس كنت تبلغ عنها وتخلص منها. انا معرفهاش كيف، معرفهاش. اما البنت الصغيرة دي مش بنتك. بقولك ايه، انا ممكن اسجنك دلوقتي بتهمة انك سيبهم في الشارع. انت تجيب لها بيت وتدفع لها 100,000 ولا تنسجن عشان هي تعيش حياتها وما تضطرش تعمل اي حاجة كده ولا كده. اختار ايه؟ خلاص هدفع 100,000، انا مش عاوز عيال ولا عاوز حاجة، انا بحب اعيش براحتي وحياتي براحتي. هدفع لك 100,000 وخلاص والبيت. على المهم هو دفع لك 100,000 واشترى لك بيت صغير. اتمنى تبتدي مشروع بقى وتعيشي حياتك. متشكرة قوي والحمد لله ان الاطفال سامحوني بجد، انا مش عارفة اشكرك ازاي. هما سامحوك عشان خاطر بنتك الصغيرة. يلا بقى وروحي عيشي حياتك. شكرا يا فندم، اخيرا بقى عندنا بيت.